أخبار اليوم. أنا النهاردة فخور بإضافة صرح من صروح الثقافة في حدائق القبة، يعني تم تطويره بعد ما كان القصر ده مهدر ومرتع للعنكبوت والولاد اللي هم بيضربوا حقن وبتاع. الحمد لله بقى هيبقى منارة زي ما كان عامله الفنان نجيب الريحاني. قصر ثقافة الريحاني اللي بناه الفنان الله يرحمه نجيب الريحاني كان شعاعة ثقافة في الفترة بتاعت السبعينات والثمانينات ولغاية لما كان في هنا بيتعمل ندوات وأمسيات من كبار الشعراء. كان المسرح بتاع نجيب الريحاني طلع أو اتخرج منه فنان أحمد بدير، فنان أشرف عبد الباقي، في فنانين كتير جدا كانوا طلعوا وكبروا من هذا القصر. برضو ادى دفعة ثقافية لأبناء حدائق القبة. كتير جدا بقابل ناس الحمد لله رب العالمين من أبناء حدائق القبة في جميع الوزارات يقول أنا ابن حدائق القبة. حدائق القبة حقيقة ولادة بالناس العظماء اللي هم عملوا تاريخ سياسي وعملوا تاريخ ثقافي وعملوا تاريخ كبير في مصر.